الحمد لله، هذا نقطة من خارج الميدان، هذا كيزيدنا عزيمة وقوة باش نخدموا إن شاء الله في أريحية في باقي الدورات إن شاء الله، باش نريكيبيرو إن شاء الله اللاعبين اللي عندنا باقيين بليسي وتتكمل المجموعة إن شاء الله، ولا خوف على فريق يوسف برشي إن شاء الله هذه السنة هذه.